يلتقي غدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال عباس إنه توجد لدى الحكومة الفلسطينية خطة لعودة اللاجئين وإعادة الإعمار الشامل لقطاع غزة. وأضاف عباس أن فلسطين مستعدة لعقد مؤتمر دولي للسلام يتم خلاله حل جوانب الوضع النهائي للقضية الفلسطينية كافة، مضيفا أن الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية يتلخص في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، مشددا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفقا لحل الدولتين الذي يحترم القانون الدولي وبضمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وأفيد أن عباس بعد انتهاء زيارته لموسكو سيتوجه إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يلقي خطابا أمام البرلمان التركي.